فاليوم حيكون عنا هيك مفاجأة حلوة انه حأطلع انا وياكم سيران كتير حلو بالنسبة للشيش تبلناها هون وحناخدها معنا لهنيكة، بعدين بحكي لكم على هذا السبب. بس بالنسبة للشقف وللكباب لا حدا يسألني عن هذا السؤال، نحن وعم نشتغل هنيك بنحكي فيها. بداية الفكرة كانت انه نصور حلقة مشاوي تتطرخ، كونه نحن مثل ما بتعرفوا على كيفكم بالمشاوي، فاقترحوا علينا الشباب نطلع على سيران مرتب على شلالات وطبيعة ونقعد قعدة رواق ونصور المشاوي هنيك. هيك كانت النية، بس سمعانين بأسوأ سيران بالبشرية وقفت الشلالات ونشفت الأنهار وسكر البحر ونزلت المطر وإجت الشرطة. وشو بدي أحكي لكم لأحكي لكم. حلو؟ بدينا يومنا بصلاة الفجر ورتبنا أغراضنا على شوية فطور على شوية فواكه على شوية موالح، يعني مثل ما بتعرفوا سيران السوري ما بيخلى من شي، وخصوصي الأكل، ولا ننسى كاسة الشاي وفنجان القهوة قدام الشلالات. شغلنا السيارة لننطلق وما اشتغلت، طلعت فضيانة بطاريتها ودبرناها بعد عنا وشغلناها وقلنا كل تأخيرة فيها خيرة. وبعد مشينا طلع الشاب الحنون نسيان المنقل بالبيت، رجعنا وجبناه، وكمان طلع سلامة قلبه الثاني نسيان وراقه وجزدانه، رجعنا جبناهن وقلنا كله أمر الله. انطلقنا على منطقة شلالات وأنهار ما يقارب 150 كيلومتر نواحي منطقة أزميد على حدود اسطنبول، وصلنا بسلامة وما خلى الجو من المطر وكل حبة قد التفاحة. نزلنا عم نشم الروايح الطبيعة وننتعش بهالجو الحلو، ولا نطلع يمين نطلع شمال لعمى وين الشلالات والأنهار. سألنا الحراس قال ما في لا شلالات ولا نهار، لسه بدهم شهر عم يتجمعوا بالجبل لينفتح عليهم. قلنا كله خير. طيب. ثاني شيء مو هلا وقت النهار، هذا النهار بيمشي في شلال بينفتح من فوق بده شهر ليجمع مي، يعني ما في عقدنا اجتماع شورى سريع وتشاورنا، واقترح علينا سلامة خيره على منطقة ريفا بتقع على البحر الأسود وشاطئ رملي مثل الذهب، وكمان في طبيعة على البحر وفي أعداد وشوي ويا سلام. انطلقنا نواحي 100 كيلومتر على ريفا، وصلنا بسلامة نزلنا ونحن نطلع على البحر وبس بدنا نسبح وكل واحد يتمطمط فينا وننزل الأغراض وشي شغل رواق يعني. ولقينا الحراس وين فايتين يا حبيب، شو وين فايتين يا حبيب، على البحر بدنا نسبح نشوي هويله يعني. قال لا اليوم ما في الشاطئ خاص بدور النسوان، بكرة دور العائلات. قلنا له لهذا اللي جابنا الله لا يعطيك إلا العافية. عملنا كمان اجتماع شورى سريع لأنه خلص نهار، ولقينا أنسب وأقرب شي علينا غابات بولونيزكوي بالمنطقة الآسيوية باسطنبول، وما نخفيكم أنه انقطعنا من البنزين ونص ساعة لحتى لقينا كازية. هلا يا جماعة أخذتنا هون بالكازية مع الأولاد عم نعبي بنزين لأنه كمان انقطعنا، شايفين نشفنا البحر ونشفنا الغابات ما عاد نعرف وين نروح، بس نرون شوي بنرون شوي إن شاء الله. وانطلقنا نواحي تقريبا 30 كيلومتر على الغابات، طبعا وصلنا على طبيعة خرافية بالجنة بمساحات كتير كبيرة، على هون مكان التخييم وهون مكان الغزلان وهون مكان البط، وفعلا شي حلو. لك ايه لك عمي بدنا وين مكان الشوي؟ قال ما في هون مكان شوي، لك عمي غابات وقد الدنيا وممنوع الشوي وشو هالحكي هاد؟ قال في هون لقدام هيك مثل الأعداد مأجورة وفيكن تشوفوا فيها. قلنا له لك عمي مو مشكلة. رحنا عليها وما عجبتنا الأعداد، قلنا مندبر حالنا ولا طلب سعر كرمال هالقعدة على هالطاولة البسيطة كتير 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 غالي وما بيستاهل هيك قعدة أبدا. قام كبر راسه كبرنا راسنا ضبينا حالنا، ركبنا ومشينا ما يقارب 35 كيلومتر على غابات بلغراد بالقسم الأوروبي باسطنبول، وفيها مكان للشوي والأعداد فيها ظريفة. طبعا نزلنا زبطنا القعدة والوضع، طالعنا هاللحمات بلشنا شك وشوي وعم نكشف فيها أسرار المشاوي. خلونا هلا اخواني الكرام نبلش بالشقف واللية. طبعا الشقف واللية شغلة رفع فوق بدنا نطالعها مثل الفستق. للشقف واللية ما لازم نحط غير ملح وفلفل. ليش انا اخترت حط ملح وفلفل قبل الشوي مباشرة؟ الملح بيخلي اللحمة تشد وتقسى، خصوصي اذا تبلناها قبل بيوم او قبل بكم ساعة. ومن اسرار انه ما تحترق معنا اللحمة بنحط لها شوية زيت زيتون. هلا بندعكها. طبعا سيخنا الشقف، منشك شقفتين شقف وشقفة لية كرمال تتنهنى هيك على بعضها. طبعا شو لحمة الشقف اللي نحن بنستخدمها؟ هلا لحمة الشقف لازم ناخدها من الخروف حصرا يا من المتلة
يا من الفتيلة، هي أطرى لحمة بتكون معنا، إما المثلة إما الفتيلة. طب في ناس ما حاسنة تجيب مثلة وفتيلة، مثلا إذا جبتوا الفخذ خدوا منه الوزة والشهباية والخد، هدول بيجوا أطرى شيء بالفخذ، فكتير مناح للشقاف. شو يا براء، أنت بدك تكبر وتصير شيف؟ طبعا بعد كل هالتعب غيرنا هالوجهه واجينا على غابات بلغراد بعد عناء شديد. هلا يا جماعه شوفوا لي هيك على هالمنظر اللي ما بيرحم، هذا هو النغم الاصلي اللي عليه علامات. واذا انتم عم تستخدموا عجل وكنتوا بالمانيا وما عندكم هيك خاروخ، خذوا بس فتيله العجل للشقف، هي الفتيله تبع العجل بتجي اطرى شيء بلحم العجل وبتدعوا لي عليها. هلا يا اخواني جبنا تتبيله الشيش، تبلناها بالبيت، تنهنهت وفرطت فرط الحب تبعها، تكمشوها القطعة هيك بتنزلوها اما بالورب اما بالطول، مهم تنزل كلها، يعني ما تضل هيك مشقفة وهيك، تيجي كلها صفة واحدة. شو كانوا فيني قش نحل هون. هلا اخواني عنا كيلو لحم، حطينا له معلقة ملح مقوبعة، نص معلقة فلفل. طبعا انا بستغرب اللي بيحطوا له بندورة وبصل وفليفلة، لك هذا كباب مو لحمة بالصينية. هلا نحن بالشام هيك منتبلها، سنين ثلاثة توم والملح والفلفل اللي قلتلكن عليها وبقدونس، هي التتبيلة الشامية الأصلية. واللحم إذا كان عندكم لحم خروف بلدي أصلي قبلية يعني، فمنين ما أخدتوا من الخروف بيطلع ظريف، حطوا تلتين بتلت أو 75 هبرة و 25 لية. هلأ أخواني قسمت الكيلو اللي عندي على 11 قطعة، حطيت مي وسنين توم بقلبها عشان تعطي النكهة الخرافية. بتلكوا هيك إيدكم، أول شي بتملسوا السيخ هيك بهذا الشكل قبل ما تعطوا الرسمة، شايفين أخواني؟ بس تعطوا الحجم تبعه هيك، لازم تقفلوه من تحت وتقفلوه من فوق. إذا ما قفلتوا بيهر على المنال، تاخذوا هاي الأصبع هيك كأنكم عم تعزفوا وبتعملوا له هاي الحركة العجيبة. معلومتين صغار لتعرفوا إنه كيف بيهر السيخ معكم على لما بتشوه. أول شيء الماء لازم يكون السيخ سخن، يعني إذا كان بالشمس لازم تحطوه بقرنة باردة، لأنه إذا سخن حتسيخ الدهنة عليه ويسلوت. ثاني شيء اللحمة ما لازم تكون سخنة، لازم تكون باردة اللحمة، إذا سخنة حتعذبكم وما حتثبت معكم. أهم شيء يا أخواننا لازم تاخذوا قياس المنقل اللي عندكم. وهلأ شكيت لكم هالنغم على السريع، حطوا بين كل بصلة شقفة لية بتعطي نكهة خرافية، وإذا ما عندكم ادهنوا البصل بزيت كمان بيتنهنى. وما فينا نبلش شوي يا جماعة لحتى يجمر معنا الفحم ويشعل مظبوط، بعدين منشوي. دائما حاولوا تشوي البندورة والبصل أول شيء وبعدين تنزلوا الباقي. الشقف بده نار هادية والكباب بده نار قوية شوي. هلأ يا أخواني فرمنا هالخيار وهالبندورة هالخسة وشوية بقدونس معه، ولا ننسى الملح اللي حطيناه له ياهون، وشوية نعناع يابس نطحنهم هيك الطحنة العجيبة. أهم شيء عصرة الليمونة، زيت الزيتون، ومنغوص ومنقلب. جيب الشيشار ويون. يا سلام، شايفين بس يكون عندكم المنقل صغير مثلنا، تنكة على الحجر على السطل، المهم بدنا ناكل ما في مجال. يا عين يا جماعة، الشقف بتهدوا الفحم عليها، الشقف بده فحم يكون هادي شوي عشان تستوي. وانا المنقل عندي صغير، ومثل ما بتعرفونا السوريين فورا مندبر راسنا، اجبنا حجرين من هون وحطبتين من هون وساوينا منقل جنبه. حب لي الرزق يا خالي، لي الرزق ما بيرحم. هذا هو النغم اللي ما بيرحم، تعملها لهي هي بتقلع روحي. تعرفوا يا جماعة أنا ما بحسن قاوم ما أعمل لي واحدة هيك قوية وسخنة مثل النار. هلا يا أخوان لازم عنا للكباب يكون الجمر قوي،
الكباب يا اخواني لازم نتركه 20 ثانية ودغري نقلبه على الوش الثاني، مو تتركوه ليستوي وشه التحتاني بعدين تقلبوه بفلت من على السيخ. الشوي يا اخواني له معلمية، شوفوا هلا هاد تقريبا صار له 20 ثانية دغري قلبنا، تمام اخواني قلبنا شايفين؟ والكباب بده نار قوية. يا سلام، شفتوا يا جماعة ولا سيخ فلة ولا حيفلي على الطريقة اللي قلتلكن اياها. تقدم شو هيك؟ شو ها؟ قلت بشلبنها شوية، خلت يعني. يا سلام. وبنص الشوي كبست علينا الشرطة وخلتنا نشيل المشاوي ونطفي المنقل يلي من حجار ونخلي الصغير. وفوق هيك قال ضب الكاميرات ممنوع التصوير، ونحن جايبين معنا الطيارة بدنا نطيرها ونزبط لكم الوضع ونعمل جولة بالغابات، وللأسف ما صار يلي ببالنا بنوب. وكل واحد فينا تعب نفسيا وضرب بوز وحطينا هالمشاوي واجينا لنبلش أكل وتكبس هالمطر والله يبعث الخير. ما بكفي كل هالسيران متجأجأ كمان بالبصرة. أنا حسيت كان في غيمة ملاحقتنا من أول ما رحنا لحتى أجينا وهي تشتي فوقنا. وهون إجا دور النغم، أكلنا هالشقف وهالكباب وهالشيش ونسينا كل تعبنا. طعمة خرافية وشي بشهي فستق يا جماعة، فردنا هالبوز وصار شي نغم وشي أشعر من الرواء. هذا أسوأ سيران على مر البشرية. أما شو سيران معتر يا جماعة، شو بدكم بهالحكي، بس انبسطنا انبسطنا كتير بركبة هالسيارة ونحن عم نقيس الطريق الروحة وطريق الرجعة. أكتر شي نسانا همنا هو طعمة الكباب طيبة كتير بأصنافها. ما حسنت كتير أعطيكم الشرح الكافي عن المشاوي لأنه شفت الظروف اللي صارت معنا يا حبايب القلب، وهلأ ذهب قلبنا بدنا ننام، تصبحوا على خير. لحظة لحظة يا جماعة وين رحتوا؟ لا تنسوا تشتركوا بصفحتنا على الفيسبوك بقناتنا على اليوتيوب وزر هاللايك خلي المقطع ينتشر للناس. وكان معكم الشيف بلال، سلام.